صعبة وصعوبتها كانت في ان انت لسه مقابل طلائع الجيش من فترة قليلة، صحيح مش عايز يخسر تاني بنفس بتنافس بتنافس على كل المباريات او بتخوض كل المباريات ان هي بطولة. مارسيل كولر مدي اللعيبة 48 ساعة راحة بعد مباراة الفريق الأخيرة، لأنه عارف إنه بعد كده رايح على مباراة قوية جدا بداية من بيراميدز يوم الجمعة. مريح لعيبة عشان خاطر برضه الروتيشن، عنده بيراميدز وبيراميدز وبعد كده فيوتشر وزد وسيراميكا وعنده مجموعة ماتشات صعبة جدا، فريح عدد من اللعيبة الأساسية. فريق طلائع الجيش بدأ المباراة كويس جدا، كان ضاغط على لعيبة النادي الأهلي في كل مكان في الملعب، ده يمكن عمل شوية ربكة كده مع التغييرات اللي كانت موجودة، لكن قدر مارسيل كولر النهاردة بالتغييرات اللي عملها السريعة بقى، يعني هو الراجل دايما بيستنى للدقيقة 70 أو الدقيقة 60، لكن بين الشوطين فوجئنا الراجل بيعمل 3 تغييرات، وكان في يعني محاضرة قوية جدا بين الشوطين، فكر اللعيبة بأهمية المباراة والمنافسة على بطولة الدوري وان لازم نكسب كل الماتشات بتاعتنا، والتغييرات اتت بثمارها زي ما بيقولوا، وقدر الفريق ان هو يسجل هدفين في بدايه الشوط الثاني يريحوا الفريق في بقيه المباراه يعني. لكن المباراه فيها مكاسب كتيره جدا، اهمها تالق مصطفى شوبير، اهمها مواصله تالق وتسجيل وسام ابو علي، تالق عمرو السوليه واستمراره في تسجيل الاهداف في اخر 3 مباريات، يمكن بيسجل 3 اهداف. عمر كمال عبد الواحد بيثبت انه صفقه رابحه بكل المقاييس، كل مباراه ينزل يا بيسجل هدف يا بيصنع هدف، بنشوف بيصنع هدف لامام عاشور المباراه اللي فاتت، النهارده بيصنع هدف ليه وسام ابو علي، يعني مباراه كلها مكاسب الحمد لله، ما فيش اصابات، ما فيش انذارات، ما فيش غيابات عن مباراه بيراميدز المهمه. ولو هقف في المباراه دي او يعني هاخد منها حاجه، هاخد كلام مارسيل كولر في المؤتمر لما قال احنا عايزين نكسب الدوري، واللي عايز يكسب الدوري يكسب كل الفرق بما فيهم بيراميدز، احنا عارفين مباراة كبيرة بس لأننا عايزين ناخد البطولة لازم نكسب كل الفرق اللي مواجهنا.